السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم ريش العصفور اللي بنلاقيه قليل، هنخلي الريش بتاع العصفور يطلع ازاي. هوريكم هحط العصفور ايه، وراح اجيب العصفور وجوه. زي ما انت شايفين العصفور عنده ريش ناقص في دماغه وريش ناقص في جناحه تحت جناحه. هنا وشه كله الجناح دي شكل العصفور. فهيبقى تلات أربع تلات أيام أو أربع أيام هتلاقوا الريش طلع في دماغ العصفور بدأ اللي هو يطلع. العصفور بقعد يعبي كده، لسه أول ما بعمل العصفور كده اهو. العصفور بيسقط خالص، لكن بعد ما خلصته يقوم يقعد يعبي في ايدي. فالمية مية عادية، الحتت اللي ما فيهاش ريش عند العصفور مش هحط العصفور في الميه، لا هبل سبع ميه واحطها على الحته اللي ما فيهاش ريش عشان الفطريات اللي بتبقى على العصفور. بعدين دماغه كويس بالمية وقعد دماغه وشه الحتة دي وعايز يطلع يقف على ايدي. وادلك العصفور الصغر وهي الحتة دي برضو والجناح، بس الجناح حابل العصفور جناحه كله. امسك الريح بتاع العصفور اهو وبدله ميه وبدلك الريش بتاع العصفور. بدلكه حتة ديزو ايات لما حطيت على ميه بنت السرخة اللي فيها. في الحتة دي الجناح التاني كده بلنا عصفور ميه اهو. دوت علاج العصفور عشان فيتامين يخلي ريشه يطلع.
تجيبون عند اي بيطري، انا هودي العصفور عشان ما يقعش على الارض، اوديه في مكانه عقبال ما اعمل له العلاج بتاعه. وبعدين دي المية اهي، مية عادية بس هنخففها شوية عشان المية دي كتير. ألف دي كتير اهي، دي المية اللي انا حطيتها خففها شوية، دي كمية المية. بحط فيها الدواء دوت، بحطه فيها وأقلبه لمدة نص دقيقة. أقلبه كده نص دقيقة اللي هو يبقى خلاص دف في الماء. وكده تقلبي تاير بس برضو املاها في السرنجة وفضها تاني. هجيب العصفور عشان دوت هندهنهوله على الحتت اللي ما فيهاش ريش. جبت العصفور هندهنه على الحتت دي، ده هو بدأت أحط العصفور على جناحه مع التدليك لجناح العصفور. وأنا بدلك جناح العصفور بالراحة عشان جناح العصفور وعده برضو يشرب من العلاج دوت عادي عشان العلاج ده في كالسيوم برضو. اهو العصفور بيشربه من على ايدي. كده دلكنا الجناحين، بمسك في صباع ازاي مش عايز يسيب صباع، عنده مخالب وبعدين دماغه. الحتة دي اهي برضو
اللي ما لحقتوش. هو العصفور بينبهني اللي هو عايز يعضني عشان انا بضايقه دلوقتي. ودهنت العصفور اهو، تحط له كل يومين مرة وتعمله بالماء عشان الفطريات. بعد ما اخلص اهو العصفور عادي نطف. بعد ما اخلص بمية عادية وريش العصفور اقوم بقلله شوية من هنا، هبلل ريش شوية عادي يتنفض، ينفض نفسه من المية. وعصفور متبلش كله على قد الحتت اللي حطيناها عليها. وكده الدواء دوت بيعالج الريش عند العصفور، بيخلي ريش العصفور يطلع ما يقعدش كتير على ما يطلع في دماغه. هنا انا استخدمت له العلاج دوت، لاحظوا ان الحتة ديت بدأ ينبت فيها الريش اهي، مش عارف اوضحها لكم في الكاميرا. وبدأ العلاج تاني العصفور، بندلك له على طول دماغه جسمه. العصفور بيهدى خالص وبيغمض عينه لما بندلك له دماغه كده. العصفور معناه اللي هو مرتاح. وكده دلكنا العصفور ودهنا له العلاج. ووصلنا كده في نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد على القناة.